أيها السادة، عودنا الآن إلى مسك الختام من سيد الكلام، والقرآن لكل شيء أعظم البدء وأجمل الختام، تنزيل العليم العلام على قلب المصطفى سيد الأنام، أنزله ربنا لأمة الإسلام، فمن عمل به على الدوام فاز يوم الزحام، ونجاه ربنا ببركة آيات الأحكام. هيا بنا لنستمع لقارئنا في مسك ختام الليلة، العلم الإذاعي كروان الفجر بالإذاعة، قارئ مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، نقيب قراء محافظة كفر الشيخ، فضيلة القارئ الكروان الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. قبل أن يتلو شيخنا، نتوجه جميعا إلى الله عز وجل أن يبلغ ثواب القراءة ونور تلاوتها إلى روح سيدنا رسول الله، وإلى روح الحاج ناصر في مسواه، وإلى روح جميع موتى المسلمين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم ما لكم لا ترجون لله وقارا.
وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقد خلقكم أطوارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ألم
كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث
وقد أضلوا كثيرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك ذرهم يضلوا عبادك إنك إن تذرهم يضلوا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا
رب اغفر لي ولوالدي. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا قال بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك هم يضلوا عبادك إنك إن تذرهم يضلوا عبادك يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات زيد الظالمين إلا تبارا. ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. الله أكبر بسم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون.
لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. والعصر. إن الإنسان لفي خسر. والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في أفواجا. بالله لا نسمع جملة تاني. ربنا يحافظ عليك يا قارئ الأولياء. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل يا رب عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم موتانا واهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا. اللهم اجعل لنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا ورزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار كما ندعوك يا كريم أن تتغمد فقيدنا بواسع رحماتك. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان غير ذلك فتجاوز عن سيئاته. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله من خطاياه بماء وثلج وبرد. اللهم انقله من مراتع الدود وضيق اللحود جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان. اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان وسلم وسلام. اجعل ذا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين. هكذا إخوة الإيمان كتمت ليلة القرآن بتلاوة الكروان الذي تلا ثم ضرع وابتهل إلى الرحمن. نسأل الله أن يرزق راحلنا فسيح الجنان فضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوم طارئ مجد سيدي إبراهيم الدسوقي نقيب قراء محافظة كفر الشيخ كروان الفجر بالإذاعة المصرية. شاكرين إلى فضيلتي وإلى حضراتكم جميعا باسم عائلات أبو سريع. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ايها السادة شكرنا للفراشة الكبرى حاج طه وشكرنا الى هندستنا الاذاعية الخولي سود. شكرنا للكابتن عطية الدولي كذلك مخرجنا ناصر صلاح وكذلك مصورنا عمر جمال. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.